تقريبا وجها لوجه وعودة المدافع. الحكم يترك مبدا الأفضلية بعد هذا التدخل، والراسية الممتازة في الشباك، الراسية الممتازة في الشباك. الكرة الأولى من يايا ارتقى فوق الجميع واقتنص هذا الهدف. ما أجمل هذا الهدف وما أجمل هذه التمريرة وما أروع الارتقاء في زاوية لا يحبذها لا رحماني ولا أي حارس آخر. الهدف الأول لاتحاد الجزائر عند الدقيقة 11 من بداية المباراة. اتحاد الجزائر إلى حد الآن ناجح في مهمته، ضاغط على شباب قسنطينة، أراد أن يستثمر في التراجع الرهيب، فكان له ما أراد في هدف أول بالرأس لهذا اللاعب هاي الإعادة، وهو الاسترجاع لبن أول لدرفلو أسامة بالرأس وضعها في الزاوية المحصورة بين القائم والعارضة الأفقية. هدف كيف سنشاهد السيناريو بعده عبد النور؟ يعني هدف ممتاز. شوف يعني احتكاك مع المدافع خطير، شاف اللاعب درفلو يعني فتحها بالرأس. وهذه الكرة الثابتة المرفوعة عاليا، البحث عن عبيد الراسية، وضعها عبيد، وضعها عبيد، وضعها عبيد، وضعها عبيد. لازم موج لا شوشي لا بوصوف ولا بوفون يرد هذه الكرة. الكرة لا يحبذها كل حراس المرمى، بعيدة 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 من هناك، ويعود بشباب قسنطينة في وقت رائع وفي وقت ممتاز، ويثبت بأنه المهنة هداف. عبيد يضع، هل هو عبيد من سجل الهدف؟ فعلا الهدف السابع، ويمنح الأمل لهؤلاء على المدرجات بكيفية ممتازة. حتى العمري بالمليمتر سجل، وفقط يا عبيد ارتفع وضع الكرة باغتة الكل، وسكنت شباك الأمين زيماموج في هذه الدقيقة 57 وأعطتنا نسق آخر للمباراة يا عبد النور. تكلمنا أن الهدف ماهوش كافي بالنسبة لاتحاد العاصمة، كرة ثابتة نظن رأسية عبيد. هذه الكرات اللي تكلمنا أنه شباب قسنطينة ما راوش يستعملوا كبرج مراقبة في هذه الكرة. هاي كرة، هاي كرة، 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 تهدف كرة في ملعب مصطفى تشاكر، والثانية أيضا أمام نيجيريا بملعب الشهيد حملاوي. نتمنى ان توضع في النسيان. انطلق عبيد، انطلق عبيد، ومن هناك طلبها بكيفيه ممتازه. ما زال الخطر لصالح الشباب الذي لا يريد ان يتوقف عند هذا الحد. شباب قسنطينه لا يريد ان يتوقف عند هذا الحد. هذه المره دهار، هذه المره دهار، يظهر ويضع الفريق في المقدمه. شباب قسنطينة يقلب الطاولة على اتحاد الجزائر بعد هجمة مرتدة. يا سلام على الشباب بكيفية ممتازة وبشخصية أخرى، براسية أخرى يسقط لامين زيماموش. كوتشينج المدرب، المدرب عمراني يتفوق على بول بوت وعلى اتحاد الجزائر. هاي التوزيعة من دون رقابة، دار براسية ولا أروع ولا أسهل، يضع السنافر في المقدمة ويؤكد قوة السنافر هذا الموسم بدون أي مقابل. هدف يا عبد النور حقيقة كبلاد. تكلمنا حذاري من الهجمات المعاكسة على شباب قسنطينة، لأن كانت مساحات كبيرة، لاعبين كثير راهم يهاجموا فريق اتحاد العاصمة. غلطة من يايا، يعني كانت كرة خاطئة في رجل